يجادلونك في الحق، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت هم ينظرون. هذه الآية في سورة الأنفال والأولى في سورة الأنعام الآية 25. هذه الآية عظيمة جدا. أنت أمسك القرآن الكريم وأخرج كل كلمة جدال، هنالك برامج الآن سهلة جدا، وأخرج كل كلمة جدال وتأمل فيها. تأمل الآية الأولى، وصفت لك أن الله جعل على قلوبهم أكنة. الأكنة هي غشاوة من كنا يكن، عندما تكون تحت مظلة ما أو اختبأت من مكان الماء. الله يخفي قلوبهم عن الأنوار، يغلفها. تجد شخص يعيش بجانب الكعبة أو بجانب المسجد النبوي وتجده يقول لك لا تزر مقام إبراهيم، لا تزر النبي، لا تدعو عند قبره إلى غير ذلك، عند ضريحه الشريف. هذا حرمان كبير. هذا القلب في أكنة، يرون كل آية لا يؤمنون بها. وكذلك يضيف إليهم هذا الوقر في الأذنين، لأن الأذن هي الواعية، أذن واعية ذكرها القرآن الكريم. السمع يسبق البصر. عندما يسمع الإنسان ويتأمل في الكلام وفي الألفاظ، أحد الصحابة جاء إلى قريش وقالوا له احذر أن تجلس إلى محمد إنه ساحر، فقال وما يضرني، فجلس وقال له إنه شاعر، فجلس وهو شاعر كبير، فقال أما الشعر فأنا أقوله والله ما هذا بشعر، وأما السحر فأنا أعرفه والله ما هذا بسحر، وآمن. كانوا يمنعون الناس من مجرد الجلوس والاستماع. وكان الوليد بن المغيرة عندما يأتي رسول الله يحدث يجلس ويقول لهم أنا أحدثكم بخير من هذا، يقص لهم قصص الغابرين وأمورا حتى وسمه الله على الخرطوم. إذن هذا وصف دقيق عظيم تجدونه إلى هذه الساعة في المجاندين، في المجادلين والمعاندين والجاحدين والحاسدين، الذين إن يروا كل آية يكفر بها، ثم يركزون على الجوانب الذاتية، لا يركزون على مكنون العلم، لا يركزون على الملفوظ، لا يركزون على السماع والاستماع والانتفاع، أو على المناقشة العلمية الهادفة التي غايتها أن نستوضح ما استشكل من المعارف أو ما غمض من المعلومات وأن نحاول الفهم. يركزون على كيف عرفت، من أين لك هذا، كيف تعلمت هذا، من علمك، من أنت حتى تعرف هذا. ولو أن عبدا من عباد الله دعا الله فاستجاب له مرة وقال اللهم علمني علما لم تعلمه لسوي، على سبيل المثال، هل نمنع الله أن يعلم عبدا من عباده؟ يقول رسول الله لا يزال أحدكم يقرأ سورة الضحى حتى يبعث الله إليه من يعلمه دينه. هذا حديث. وحتى نصل إلى مرتبتي وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإن أحببته كنت عينه التي ينظر بها. أي عين ينظر منها الله وينظر بها الله سبحانه وتعالى عندما يتحول هذا الإنسان؟ كنت طبعا هنا مجازية، يعني كان نوري في عينه التي ينظر بها، كان سري كنت لسانه الذي ينطق به، كان سري في لسانه الذي ينطق به، كانت قوتي في يده التي يبتش بها، وكان تقديري وتدبيري في رجله التي يسير بها. ويصل إلى قوله ما وسعني أرضي ولا سماء، وسعني قلب عبد المؤمن، وسعني أي محبة، أي أنه يحب الله حتى أنه يحتوي من نور الله ما يحتوي. لا تعني كلها، لا تعني الجسمية أو الحلول في شيء يحل الله في أشياء لا يحل الله في شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما لها معان ضمنية، وهذه المعاني من المجاز ومن جميل التعبير الإلهي، ومن ما يساق في معنى الأنوار والأسرار واللطائف والمعاني الرحمانية. يجادلونك في الحق بعدما تبين، بعدما تبين. طيب، كل من يسمع صاحب حق أو ملهم من الله جل في علاه، أو صاحب علم لدني، أو صاحب سر رباني، أو صاحب نور رباني محمدي، أو صاحب علم خضري، أو صاحب أنوار من أنوار أهل الله، يتبين له بمجرد السماع أن ذلك شيء من الله جل في علاه. ذلك يقول الصوفية الشيء لله، الشيء لله تعني الشيء من الله. كل من يسمع سواء في زمن النبوة أو زمن الولاية بعدها ومراحل البيان والبرهان، ثم نصل الآن إلى مرحلة السلطان بن مهدي عليه السلام، كل من يسمع سيتبين ويشعر أن ذلك حق. ولكن انظر إلى الصورة الإلهية العظيمة العجيبة، الوصف التدقيقي في القرآن الكريم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ماذا تعني هذه الآية؟ تعني أنه يفزع من الحق، يخاف أن يكون هذا الناطق حقا علمه ربه،
يخاف أن يكون هذا الرجل الذي أمامه حقا فيه من سر الله، بل يخاف أن يكون ذلك الناسوت فيه شيء من اللاهوت. لذلك كانوا ينقضون الناسوت النبوي، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ طيب كل الناس تأكل الطعام ويمشون في الأسواق، ما جعلناه جسدا لا يأكلون الطعام؟ والله قال كل الأنبياء كانوا يمشون في الأسواق، الرسول قال كل الأنبياء رعوا الأغنام. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أم هذا خير أم هذا المهين؟ أم أنا خير أم هذا المهين الذي لا يكاد يبين أو يبين؟ يعني فرعون لم يركز على الآية العظيمة التي أتى بها موسى، على المعجزات، لا، كيف يتكلم؟ ينقده، ينتقده، ليس ينقده، يجادل، وهو يعلم يقين ما فعل هذا إلا رب السماوات والأرض. لذلك موسى قال له أن الذي أتى بهذا رب السماوات والأرض بصائر، وقال له أن أظنك متبورا، وعليه تجد هذه المجادلات، وكأنما يساق إلى الموت. لماذا الموت؟ لأنه موت باطل في قلبه، موت باطل في نفسه. فالنفس عندما تشعر بالأنوار والأسرار تخاف على نفسها، تخاف على مركزها، مثلما يخاف اللصوص والأفقون من رجل صادق يحكمهم. لذلك الآن منذ البدايات كان المهدي عليه السلام كابوس الظالمين، كابوسهم جميعا منذ البدايات، قتلوا وتآمروا، والآن العالم كله يعيش هذا الكابوس، وإن كان لا يصرح بذلك، ولكن ولو أن نسبة 1 على مليار من 100 أن الأمر صحيح وأن الأمر حقيقي وأن هنالك رجل بهذه المواصفات الآن وسوف يؤتيه الله تلك القوة، فالأمر حقا يثير خوفهم، لأنهم يخافون الحق وأنفسهم تخافه، وكذلك أرواحهم التي فسدت وكسدت أنوارها تخشى من ذلك، يساقون إلى الموت. ستجد المجادل المعاندة بمجرد أن يأتيك أحيانا بأدب، يقول لك السلام عليكم، أرجو منكم أن تتقبلوا كلامي بصدر رحب، إنك غير حكيم وأنت غبي وتقول هذا الكلام، وهذا الكلام لا يجوز، هكذا مباشرة يبدأ في الهجوم، فتجيب تقول له يا أخي لو أنك تبينت كذا وكذا وكذا، فمباشرة سيقول لك من أنت؟ حتى الأنبياء ناقشوهم وسألهم الناس، وحتى رب العالمين سألوه، فمن أنت حتى تتكلم هكذا؟ بينما العاقل والحكيم وصاحب البصيرة إذا وجد من يفوقه علما تأدب، إذا سأل تأدب، وإذا طلب تأدب، وإذا ناقش ناقش عن علم وبين، فإن وجد العلم يفوقه استفتى قلبه ونظر وقرأ. والذي يقدم لك شيئا مقروءا هذا قيد نفسه بنفسه، لأن الكتابة لا تخفى عن الناس، المكتوب واضح يمكن شرحه. ولذلك أنا قلت كما قلت في مقال اليوم، العلم فضاح والجهل مفضوح.